السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تحدي النهارده كيليان امبابي لاعب الشهر. يا شباب اللاعب خرافي بطريقة بشعة. بس يا شباب في نقطة مهمة جدا في اللاعب ده، في نسخة من اللاعب ده موجودة في السوق، هقول لك عليها في نهاية الفيديو عشان ايه تكون واضحة معاك، عشان لو عايز تعمل لاعب اوكي، مش عايز تعمل لاعب موجود معاك في السوق. تعال ناخد أول تحدي. طبعا هو التحديات تقريبا 10 تحديات تقريبا. أول تحدي 85 ريت، هيكلف 80,000 كوين. يعني أنا مش هتكلم على سعر اللعب في التحدي عشان سعر اللعب خيالي، يعني أنا مش هتكلم عليه إطلاقا عشان سعر اللعب خيالي خيالي خيالي. وأنا بتكلم بس على إمكانيات. تعرف إحنا عارفين إن إمكانيات إمبابي خرافية وغير طبيعية في اللعبة، وبالذات في الفينش، بيعمل لك فينش من أي مكان، وكمان اللي هو الإيه العادي خالص اللي هو الجولد. فما بالك بقى لو معاك لاعب من اللاعبين اللي هم انفورم أو لاعب الشهر. امبابي يا شباب هو لاعب أسطورة بكل المقاييس. التحدي التالت بتاعنا دوري فرنسي 86، عايز واحد من الدوري الفرنسي. التحدي ده هيكلف 126,000 كوين. وادي التحدي التالت بتاع كيليان امبابي. يا شباب التحدي غالي شوية، بدأ التحديات تغلى. هذا يعتبر من اصعب التحديات الموجودة. لو عندك ريت في الفريق اعمل امبابي وانت مغمض، مش عندك يعني صعب جدا تعمله، بحيث ان هو هيكلف تقريبا 1,000,000 وشوية. التحدي اللي بعد كده هيكلف تقريبا 125,000 كوين، وده اسعار اللعيبه موجوده من ناحيه الشمال. حاول تجيب لعيبه مزايدات عشان ما يزيدش معاك التحدي، وكمان ما يكونش معاك صعب. وعايز 3 تحديات 87. التحدي اللي بعد كده هيكلف 84,000 كوين. وادي فانا شباب رايي الشخصي ان انت تعمل اللعب ده وما تعملوش. عندك ريت في الفريق اعمل وانت مغمض، مش عندك لازم تفكر، عشان في نسخة موجودة من اللاعب موجودة في السوق. التحدي اللي بعد كده برضو 87، الريت هيكلف 185,000 كوين. وادي اسعار اللاعبين موجودين ناحية اليمين، كل لاعب بسعره. حاول تجيب اللاعب المزايدات عشان ما يزيدش معاك التحدي ده. بالنسبة للتحدي اللي بعد كده، تعالى يا شباب يعني كيليان مبابي طبعا لا غنى عنه في الفريق صراحة، يعمل معاك فينيشنج غير طبيعي وخيالي في الفريق. فحاول تظبط يكون عندك كلين اي نسخه بقى. التحدي اللي بعد كده هيكلف 186,000 كوين. وادي اسعار اللاعبين، كل لاعب بسعره. انا قلت لك حاول تجيب اللعيبه بمزايدات عشان ما يزيدش معاك التحدي ويكون غالي. يا سلام بقى لو عندك ريت موجود في الفريق، هيريح كتير جدا جدا في التحدي. لو حابب تعمل كيليان امبابي، الفكره يا شباب لاعب خرافي، بس بالله عليك حاول تدعمني في القناة، لأن فعلا محتاج الدعم والاشتراك عشان أقدر المحتوى يوصل لكل الناس. التحدي اللي بعد كده هيكلف 271,000 كوين. بدأ يعني يكون صعب شوية، بس طبعا احنا بنتكلم في كيليان امبابي، اللاعب يعني أسطورة من أساطير الكرة الفيفا 23. بصراحة فينيشنج غير طبيعي، وكل شيء في اللاعب ده خيالي خيالي خيالي. التحدي اللي بعد كده هيكلف 270,000 كوين. وادي اسعار اللعيبه ناحيه اليمين، كل لاعب بسعره. وحاول تكون عندك ريت في الفريق عشان يظبط الدنيا ويكون عندك التحدي وتقدر تعمل التحدي بكل سهوله. حاول تجيب اللعيبه مميزات، صدقني هتفرق معاك كتير جدا جدا. التحدي تقريبا الاخير ده بالنسبه لاخر تحدي معانا، تقريبا ده اصعب تحدي، تقريبا هيكلف 370,000 كوين. يعني ده اصعب تحدي تقدر تعمله لكيليان امبابي. بس طبعا احنا بنتكلم في لاعب يعني هيفرق معاه كتير جدا، يعني قريب قوي من اللاعبين بتاع تشكيله السنه. فصراحه تعال نشوف بقى ايه، نعمل مقارنه بين كارتين الموجودين في السوق. كارت اللي هو ال 92 يا شباب، وكارت ال 92 واحد لانفورم عامل 1,600,000، والكارت بتاع امبابي لاعب الشهر عامل 1,900,000. الفرق الوحيد بينهم الباص وكمان الفيزيكال. باص وفيزيكال بس، يعني بص زيادة واحد في الباص والفيزيكال بس.
ده بالنسبه للكارتين. فانا رايي الشخصي لو حابب تعمل تجيب اللاب جيبه ان فورم ورايح دماغك، لو عايز تعمل كروت بقى طبعا اعمل بيه. والسلام عليكم.